هذه سائلة تقول يا شيخ بأنها امرأة طلقت منذ سنوات، كان يحصل خلاف تقول بينها وبين الزوجة الثانية، وقد أخذت منها بعض الصيغ الذهبية ورمتها بقصد الكيد لها، ماذا أفعل بها وكيف تتم التوبة؟ الواجب أمران: أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي فيه إضرار بالمسلمة، والأمر الثاني وهو مهم أن إذا كان الصاغ الذي تقول أو الذهب الذي تقول موجودا عندها فإنها تدفعه لها وتعتذر منها، وإن كان قد ذهب أو أنفقته أو ضاع فإنها تغرمه بمثله أو بقيمته في الوقت الحاضر لتبرأ ذمتها بذلك. نعم.